ندخل على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل والمجتمع فينا فخور. أحلى شعور وبروح حلوة رائعين، عقلب واحد أجمعين، حتى بتعبنا في البذل مستمتعين. متطوعين للغير، متعاونين بالخير، نفيد حتى نستفيد كثير. البذل عادتنا، منه سعادتنا، بالحب نغرس والحصاد كبير. أحلى شعور روح حلوة رائعة، عقلب واحد أجمعين، حتى بتعبنا في البذل مستمتعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السادة المشاهدون أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم، ونحن في هذا المشفى، في مشفى صابر بالتحديد في غرفة العناية المركزة، غرفة الإنعاش، والذي فيها العديد والعديد من جرحى المقاومة الشعبية، وكذا أيضا لجرحى الجيش الوطني، وهم الأبطال الشاوز الذين يسطرون أروع الملاحم البطولية، وذلك للتصدي لهذا العدو الغاشم لتلك الميليشيات الإرهابية، لميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران. جرحى الحرب منهم كثر هنا، ونحن نلتقي ننزل بكاميرا قناة عدن الفضائية ونتحدث معهم، ولكن قبل ذلك مشاهدين الكرام دعونا نذهب إلى فاصل قصير، من ثم نعود مرة أخرى ونبدأ معكم رحلتنا لهذا اليوم، وفي برنامج دروب الخير، وفي مشفى صابر الذي يقدم خدماته الجليلة لكافة جرحى الحرب. ابقوا معنا. ندخل على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل والمجتمع فينا فخور. أحلى شعور وبروح حلوة رائعين، عقلب واحد أجمعين، حتى بتعبنا في البذل مستمتعين. متطوعين للغير، متعاونين بالخير، نفيد حتى نستفيد كثير. البذل عادتنا. معنا دكتور محمد الشرفي، كيف حالك دكتور؟ الحمد لله، الحمد لله، كيف حالك؟ دكتور الحمد لله. دكتور، وانت تعاين هذه الحالات هنا في هذا المشفى، في مشفى صابر، حالات للجرحى، لجرحى المقاومه الشعبيه، وكذا ايضا للجيش الوطني، هم يسطرون اروع الملاحم البطوليه. هذه الحاله، ماذا عن هذه الحاله، حدثنا عنها.
والله الحالة وصلت إلى الطوارئ مشفى صابر. فين أولاً الإصابة؟ وعنده جرح بالفخذ نتيجة عبوة ناسفة وتم إدخاله العمليات، ووجد أن الشريان والوريد الفخذ متمزق وتم إدخال العمليات وتم إصلاح له الشريان والوريد، وهو المريض الآن إن شاء الله برجله بصحة جيدة. يعني هذه الحال الآن الرجل عبد الآن كيف صحته؟ ممتازة؟ صحته ممتازة جدا إن شاء الله. حريرك يا عبد الله؟ الحمد لله الإحساس موجود والرجل بدأت تتحرك ما فيش باردة والدم يمشي في الرجل والحمد لله رب العالمين. يعني كانت ما تتحركش من قبل؟ كانت الوريد والشريان مقطوع وتم إصلاح الوريد والشريان. كم له على هذه الحالة؟ المريض هذا له تقريبا الآن أكثر من بعد العملية أكثر من أسبوع. ويعمل له فحوصات دورية لتشوف اللي كيف متابعة حالته، فحوصاته حالته مستقرة ويبان من شكل المريض انه ان شاء الله حالته مستقرة. وهنا ايش ايضا ايش فيه هنا؟ ايش موجود؟ عمل عملية في البطن في مشفى اخر والحمد لله رب العالمين ووضعها برضه كويسة. ممتاز. يعني الان يعني انتم تشرفون على هذه الحالة، تتابعونها ليلا مع نهارا، تقدمون لهم كل الرعاية كل الاهتمام، العلاج اذا في طارئ، اذا مثلا في مضاعفات تقومون بالواجب. المريض تحت اشراف مستشفى صابر واطباء مستشفى صابر تحت الملاحظة 24 ساعة والعناية المركزة، واي طارئ اي شيء الناس على متواجدين على مدار الساعة، كل في اطباء استشاريين بكل التخصصات. وبالنسبة للعلاجات أيضا تقدم العلاجات وعطاء العلاجات في معاهم من عبر الصيدلية، المختبر معنا مختبر نموذجي ومتميز، صيدلية متكاملة وكادر طبي متميز إن شاء الله، طاقم تمريضي وطاقم تمريضي وطبي إن شاء الله متميز كامل. يعني أيضا أنت تشرف على هذه الحالات كاملة هنا في الإنعاش؟ أنا أشرف على الحالات الجراحية فقط، الحالات الجراحية التي قمت بعملية جراحية لها. العملية الجراحية اللي قمنا فيها وإن شاء الله أمورها تمام إن شاء الله. كم استغرقت ساعات لعمل عملية الجراحية لعبد في قدمه؟ عبد الله استغرقت تقريبا ساعتين. ساعتين. يعني تم اصلاح الوريد والشريان وان شاء الله رجله تمام، بعد اسبوع رجله تمام ان شاء الله. يعني الان مجارحه نظره الجرح يوميا واذا ان الجرح كويس وان شاء الله اموره تمشي. استجيب يعني الان بدات الرجل تستجيب؟ لا لا الرجل من اول يوم رجلت استجابت، ولا انه يبان المضاعفات تبان في الورده والشرايين من اول يوم، فالحمد لله رب العالمين وضعه كويس. إذن نتمنى لك كل الخير والتوفيق إن شاء الله. شكرا لك جزيلا لك دكتور. شكرا. معنا المريض عبد من جبهة كرش. أولا القتال هناك مستميت صح؟ أيوة. معارك تدور هناك رحاها في هذه الجبهة، هناك قتلى، هناك شهداء، هناك يعني جرحى حرب، من جرحوا في هذه الجبهة في وذلك للتصدي لمن؟ نسد للحوثيين. أيوة نسد الحوثيين هنا. نعم ونصر اليمن. ونصر اليمن إن شاء الله. نعم إن شاء الله. أنت وبقية زملائك كم لك هنا في هذا المشفى؟ والله اللي يقول هنا 10 أيام. 10 أيام؟ أيوة. كيف شفت الخدمات الموجودة هنا في المستشفى؟ لا الخدمات والله تمام. ممتازة؟ أيوة تمام يا بنسو. والآن كيف تحس برجلك؟ لا رجلي تمام. رجلي تمام. تمام الآن؟ أيوة. يعني طيب وإذا في مضاعفات ولا شيء، يعني في طاقم مريض يجي لك يوميا ليل مع نهار؟ ها بيجي معي الدكاترة يتواصل ليل ونهار. يشوفوا الناس؟ إيه شوفي يقلبوا رجلي كيف يعملوها. في ألم في؟ الألم ما بوش. زال الألم؟ لا الألم كان ما كان بو مقل كان بو ألم، بس ما بعدين لا لا الألم مع المسمو ماشي. ايش تقول لزملائك ايضا هناك المرابطين في هذه الجبهات القتالية ومنها جبهة كرش، هؤلاء الابطال الاشاوس الذين يتصدون بكل بسالة وشجاعة للحوثي، ما الذي تقول لهؤلاء الابطال الاشاوس من زملائك؟ والله زملائي تمام هنا قتل اشكرهم اشكرهم اصمدوا. نعم اصمدوا صابروا. ايوه اصمدوا صابروا. والنصر آتين ان شاء الله. ايوه ان شاء الله ان شاء الله. اسرتك انت ومن اجيت يا عابد؟ ها؟ انت ومن اجيت؟ انا جيت انا وخوي. اخوي وابوي. انت ساكن فين؟ من كرش. من كرش يعني ساكن بكرش نفسها؟ من كرش ساكن. والان المرافق معك من؟ اخوك. ايوه. وموجود معك يوميا؟ يوميا هنا جالس. طيب بعد ما تشفى ان شاء الله وتقوم بالسلامه، هل ستعود الى جبهه كرش ولا ماذا؟ بعود. ها بنعود. هذه هي روح الفداء لهذا الوطن، هذا هو المقاتل الحقيقي الذي يفدي بروحه وبدمه هذا الوطن الغالي. هؤلاء الجرحى
هم يتلقون العلاج بعد العلاج مباشرة، يتوجهون مباشرة أيضا لساحات المعركة، ساحات القتال هناك في جميع الجبهات القتالية، وذلك لدحر هذا العدو للحوثي. نقول لك بالشفاء العاجل يا عابد إن شاء الله، والطاقم التمريض يوميا يأتي إليك صح؟ أيوه. يقدم لك الخدمات ولا أيضا للطب؟ أيوه. كم أسرتك يعني أنت كم معك أسرة؟ أسرتي أنا مزوج، ما هي مزوجة هذا؟ لا. أنت وأبوك وكم أفراد أسرتك؟ سبعة، سبعة من هنا. يعني هل أخوانك أيضاً من ضمن الجبهات؟ ها كلهم بالجبهات. كلهم بالجبهات؟ ها. يقاتلوا؟ عربوا باقي واحد معهم وقف بالبيت. يعني من هم مصابين أنت ومن فقط؟ أنا ومحمد بس. فقط المصابين؟ بس. بالجرحى؟ إيه. يعني كلكم فدا لهذا الوطن؟ بس. هذه أسرة حقيقية، هذه أسرة من الأسر المناضلة، هذه أسرة من الأسر التي تحب تراب هذا الوطن وتحمي تراب هذا الوطن من ذلك العدو الغاشم. بعد ما بالليل نزلنا وما حش جرات وتقرح فوقنا. كم عددكم اللي انفجرت فوقكم هذه العبوة؟ اثنين بس، هذاك ما توفي. ايه وانا عنا حييته. نكتب لك عمر جديد ان شاء الله. عابد نتمنى لك الشفاء إن شاء الله وعمر جديد لك إن شاء الله، وتقوم بالسلامة يا عابد، وساحة المعركة بانتظارك يا عابد إن شاء الله. النصر إن شاء الله. إن شاء الله بالنصر لجميع زملائك هناك المقاتلين الأشاوس في جميع الجبهات القتالية، وأيضا لأسرتك الكريمة نحن نوجه لها كل التحية، لأسرة جميع أبنائها جميعهم في ساحات المعارك، في ساحات القتال، في ساحات الشرف. جبهة كريش هو يقودها أيضا كمان قائد المنطقة العسكرية الرابعة تقريبا صح، اللواء نعم فضل حسن. أيوة فضل حسن يقودها. نعم العمري، وكذا أيضا محافظ لحك تقريبا الاستاذ اللواء احمد عبد الله. نعم فضل حسن، وايضا محافظ لحج يقودها ايضا. ها ينزل لكم. ايوه لهذه الجبهه. نعم احمد عبد الله التركي، اللواء احمد عبد الله التركي محافظ محافظه لحج، وايضا اللواء فضل حسن قائد المنطقة العسكرية الرابعة ينزلون مباشرة إلى هذه الجبهة القتالية بالذات لكرش، وذلك لتفقد هذه الجبهة ولتفقد جميع المقاتلين وأيضا للجرحى الحرب. هناك القتال ما زال متواصل صح؟ متواصل العدو، العدو تقدمنا. قدمتم لفين تقدمتم الآن؟ تقدمنا قريب للراهدي. للراهدي الآن؟ أيوه. يعني في هناك دحر؟ دحرهم لين قريب، لين بقي حاجة بسيط. كم يعني؟ باقي اقول باقي كيلو بس. اها. هي بعدين خب نوصل للراهدي. توصلوا للراهدي. ايوه. ان شاء الله. هناك في قتلى يعني من قبل الحوثيين، في دمرتم الياتهم العسكريه، انهيتم لعدد كبير من الحوثيين؟ ايوه كثير كثير. ايوه. كثير؟ ايوه. وقمنا دحرهم على المسمور، لحقهم المسمور، وشلينا على الذخاير، شلينا على كل حاجه. انت تتبع من الجيش ام المقاومه؟ لا من المقاومة. أنت من المقاومة؟ أيوه. تبع من المقاومة؟ تبع فضل حسن. فضل حسن؟ أيوه. اللواء فضل حسن قائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء أيضا أحمد عبد الله التركي محافظ محافظة لحج، هم يعطيهم الصحة والعافية، نشكرهم، نشكر جزيل الشكر والتقدير السلطة المحلية في محافظة لحج لتفقدها وإشرافها المباشر للمقاتلين الأشاوس الذين هم سطروا ملاحم بطولية، وهم أيضا بعد تلقيهم العلاج سيعودون مرة أخرى إلى ساحات القتال. نقول لك ربنا يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله يا عابد، وتقوم بالسلامة إن شاء الله، وساحة المعارك تنتظرك، ساحة كرش بالذات هي منتظرك، جميع زملائك هم بانتظارك. بنرجع نقاتل إن شاء الله. أيوه. والنصر لمن؟ لليمن ان شاء الله. لليمن ان شاء الله. إذن شكرا جزيلا لك يا عابد، وربنا يشفيك ان شاء الله، وتقوم بالسلامه ويعطيك الصحه والعافيه يا عابد. ندخل على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، ننشر امل والمجتمع فينا فخور. احلى شعور وبروح الورائعين، عقلب واحد اجمعين، حتى بتعبنا في البذل مستمتعين. متطوعين للغير، متعاونين بالخير، نفيد حتى نستفيد كثير، البذل عادتنا.
معنا ايضا ضمن هذه الحاله لعابد وهو مصاب جريح من المقاومه الشعبيه في جبهه كرش. معنا من اسرته ايضا، تعرف عليه. انا لطف حسن قايد من جبهه كرش. ايوه هذا اخوي مرافقه استاب عبوه ناسفه في جبهه اسمه شيفان. يعني هذه العبوه الناسفه ما شافوهاش ولا كيف؟ لا ما حد شاف، يعني كانت مطروحه على الجبل وهي عبوه ناسفه. ام انها لغم؟ واحد انتهى لعبوه عبوه، واحد يعني دعسه ومات، وهذا اخوي قريح لازال قريح. كم له يعني لهنا؟ له حوالي يعني هنا 15 يوم، مستوى طب بلا حدود 15 يوم. وانت معهم كمان من ضمن المقاومه يعني انت معهم؟ نعم نعم معهم مع محمد فريد. نعم الاسره كامل؟ كامل، واحد معوق بالبيت. والقائد المنطقه العسكريه الرابعه اللواء فضل حسن ينزل ايضا معكم؟ نعم الله يحفظه ينزل معنا، ونعم هو مشارك معنا. نعم مشارك في جبهه كرش. نعم هو عبد الحكيم موسى. اللي هو ايضا احمد عبد الله التركي محافظ. نعم. محافظه اللحج ايضا. نعم. زاركم ونزل معكم في الجبهه؟ نزل وزارنا. نعم نعم. ايضا جاءكم هنا لعدن لهال يزور المريض؟ يعني وقت احيانا في المندوب، بالمندوب حقنا فهمي اللي بيرسلوه. ايوه ايوه يرسلوا. نعم شافوا. نعم. وامر يعني قطعوا العمليه هنا الحمد لله. والان الجريح عابد الحمد لله الان بعد ان اعيدت عمليه الوريد، وايضا كانت قد قطعت الوريد والشريان، الان اعيد له بتدخل جراحي. عادوا الحمد لله، عادوا يعني وقطعوا العمليه وتواصل الوريد، العمليه الان مفتوح الحمد لله وعلاج كل شيء. وانت معه يوميا مرافق؟ يوميا معه يعني شهر على التوالي. نعم. وفين ساكن؟ ساكن والله ساكن كل يوم يرقد لي بمكان ما في السكن. لكن ان شاء الله تتوفر لكم هذا السكن الله باذن الله تعالى. باذن الله تعالى طالب الحكومه بتوفير على الاقل سكن للمرافقين للمرضى للجرحى ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يكون قريب منهم ان شاء الله. نعم. كلمه توجهها لجميع المقاتلين الاشاوس باسمك انت كمان ايضا مقاتل في الجبهه. نعم نعم. عابد ان شاء الله. انا عابد قلت له بعد ما انت تشفى ان شاء الله لا فين تتجه؟ قال ساتجه الى المعارك. المعركه مره اخرى ضروري ضروري يعني ضروري نتجه للمعارك والصمود للجبال ضد هذا الشذرمه الخبيثه بالفعل الحوثي للانقضاض على الحوثي اخر واحد بالفعل وذلك لاقتلاع على هذه النبثه الخبيثه لهذه للحوثي والانتصار لليمن ان شاء الله. انتصار ان شاء الله، نحقق انتصار عظيم لليمن للوطن جميعا بشكل عام. اذا نتمنى لكم الخير، نتمنى له الشفاء لعابد باذن الله تعالى، ولكم ايضا انت من مقاتلين الاشاوس نتمنى لكم النصر القريب باذن الله تعالى لهذا الوطن ان شاء الله. الجبهة حامية صح؟ مشتعلة؟ مشتعلة. لفين التقدم الآن؟ التقدم إلى نحن قناة مشارف الرهلي. يعني وصلتم؟ أيوة يعني الحمام وحمالة وما ذلك، يعني قناة تقدم قريبا. ونحن هنا في هذه العناية المركزة في غرفة الإنعاش التي تتوفر فيها كل الخدمات، كل ما يلزم للجريح للمرضى، كل ما يحتاجونه هنا في هذه الغرفة غرفة الإنعاش. نقول لجميع الجرحى إن شاء الله بالشفاء العاجل، ربنا يشفيكم إن شاء الله ويقيمكم بالسلامة إن شاء الله، وتقوم بالسلامة يا عابد إن شاء الله. والجبهة منتظرك يا عابد إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. عابد وزير الداخلية الداعم الرسمي لهذا البرنامج دروب الخير قدم لك هذا المبلغ المالي، هو مقدم من وزارة الداخلية من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الأستاذ المهندس أحمد بن أحمد المصري، قدم لك هذا الدعم المالي، تفضل خذه. برنامج دروب الخير هو بدعم من وزارة الداخلية، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الأستاذ المهندس أحمد بن أحمد الميسري هو الدعم لهذا البرنامج دروب الخير، هو يقدم جميع الدعم لكل المرضى لكل الحالات التي نزورها سواء كان شهداء أسر شهداء جرحى جميع الحالات أيتام وجميعهم الحالات وبالذات لجرحى الحرب المقاومة، هم يستحقون يعني مننا كل الاحترام كل التقدير لكم أنتم يا جرحى الحرب، أنتم من تسطرون أروع الملاحم البطولية، أنتم من تنتصرون لهذا الوطن، لولاكم لما انتصر الوطن في الجبهات القتالية وتحررت المحافظات المحررة الآن، أنتم ببصالتكم وبشجاعتكم تنتصرون الوطن إن شاء الله وسيتم دحر العدو بإذن الله تعالى.
ندخل على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل والمجتمع فينا فخور. أحلى شعور وبروح الورائعين عقلب واحد أجمعين، حتى بتعبنا في البذل مستمتعين. متطوعين للغير، متعاونين بالخير، نفيد حتى نستفيد كثير. البذل عادتنا. وإياكم مع حالة إنسانية للجريح عابد من جبهة كرش. هؤلاء الأبطال الذين يسطرون أروع الملاحم البطولية في هناك في جبهة كرش، هناك تقدم كبير جدا في هذه الجبهة المشتعلة بالنار بخط تماس على خط النار، وذلك لدحر هذا العدو للميليشيات الحوثية. إذن لقاء يتجدد بكم بحلقات متجددة، وقبل ذلك قبل أن ننهي معكم نشكر جزيل الشكر والتقدير الإدارة لهذا المشفى، مشفى صابر بقيادة الأستاذ سعيد باهدة، وذلك لدعمه ورعايته لهؤلاء المرضى ولكافة الطاقم التمريضي وأيضا لكافة الأطباء المتواجدين هنا في هذا المشفى وبالذات هنا في العناية المركزة في غرفة الإنعاش. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة يوم الغد ومع حالة أخرى من دروب الخير. هذه تحياتي وتحياتي طاقم العمل، وفي أمان الله أستودعكم. ندخل على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل والمجتمع فينا فخور. أحلى شعور وبروح الورائعين عقلب واحد أجمعين، حتى بتعبنا في البذل مستمتعين. متطوعين للغير، متعاونين بالخير، نفيد حتى نستفيد كثير. البذل عادتنا، منه سعادتنا، بالحب نغرس والحصاد كبير. المجتمع فينا فخور. أحلى شعور